سيحين موسم قطاف الياسمين في منطقة غراس الفرنسية خلال أيام، ويتوقع الحصول على 20 طنا من الياسمين الذي يستخدم لتحضير عطر شانيل رقم 5. 3 هكتارات من حقول الياسمين زرعها لأول مرة جد جوزيف مولز، وفي عام 1987 وقعت العائلة عقدا حصريا مع شركة شانيل للعطور. أسعار زهور ياسمين منطقة غاس أغلى ب20 أو 30 مرة من زهور المناطق الأخرى في العالم، ورغم ذلك تريد الشركة الحصول عليها فقط من هنا بسبب عطرها المميز، وهذا من حسن حظنا بالطبع. وبجانب زهور مايو ومركبات الدهيدات، تعد زهور الياسمين من أهم مكونات عطر شانيل رقم 5، ويجب أن تكون مستخرجة من هنا، فالياسمين المصري أو الهندي لا يصلح لهذا العطر. مذاق الياسمين المزروع في غراس حلو وعطره مدهش، وهو أشبه بمذاق مربى الفراولة مع الشاي الأخضر. لا وجود لعطر آخر يحتوي على هذه الكمية من الياسمين. في عام 1921 قامت شركة كوكو شانيل بطرح بواكير إنتاجها في الأسواق، وكان العطر من صنع إرنست بو. ولكن ليس العطر فقط هو ما لفت الأنظار، وإنما اسمه وشكل الزجاجة أيضا. أما رقم 5 فيبدو أنه كان يشير إلى التجربة 5 للعطر. عندما ظهر عطر شانيل رقم 5 حطم جميع القواعد السائدة في سوق العطور حينها. كان الذوق يميل آنذاك إلى العطور الشاعرية المعبأة في زجاجات غريبة الأشكال وتحمل أسماء معقدة، فصنعت غابرييلي شانيل عطرا يستحق اسم العطر، وليس فقط بسبب شكل الغلاف. ولم يقلل الزمن من أهمية عطرها، لأنه ما زال يعد عطراً مميزاً حتى اليوم. لعب التسويق دوراً هاماً منذ البداية. مخترعة العطر قدمته بنفسها في عام 37 في فندق ريتس الباريسي، ثم عقبتها الممثلتان كاترين دونيف وكارول بوكي، وحتى مارلين مونرو قالت إنها تضع عطر شانيل رقم 5 قبل ذهابها للنوم. صمم أندي ووهول الزجاجة بشكل مجسم. أما اليوم فتسعى إعلانات دعائية كالتي تقوم بها الممثلة أودري توتو للحفاظ على قوة العطر حتى بعد مضي 90 عاماً على وجوده في السوق. وحتى وإن كان لاغافيلد بعيداً عن العطر، إلا أنه قدم عروضه عام 2009 أمام زجاجات كبيرة له. رغم أهمية السمعة، لا يرغب أحد في أن يربط نفسه بعطر من موضة قديمة، لكن ماركة شانيل ما زالت تتمتع بصورة حيوية في عالم الجمال وعالم الموضة. خلف العطر الراقي يكمن الكثير من العمل. يتم قطف الزهور يدوياً من الساعة 7 صباحاً وحتى 1 ظهراً ولمدة 6 أيام أسبوعياً.